هناك إلي وهون إلي. أحد الفنانين مات الكلب تبعه ودفنه في المقبرة الإسلامية. بديش واحد يعطيني رخصة يقول لي مسموح لك تفوت أو تفوتش، إلا يمكن أقبلها يعني. صباح الخير، حلقتنا لليوم فكرت كتير كيف بدي أبلش فيها من كتر المشاهد المؤثرة اللي شفتها قدامي. اليوم إحنا موجودين على أنقاض أجمل القرى الفلسطينية اللي هجروا أهلها منها في عام 1948، قرية عين حوض قضاء حيفا، ولا حدا بقي من أهلها. ومن كتر تعلقهم بقريتهم وعدم استيعابهم للي صار فيها، قرروا أنهم يبنوا بجانب قريتهم الأصلية قرية تانية وسموها باسم عين حوض. لجأوا لإلها وسكنوها في رسالة بتعبر عن ثباتهم وصمودهم وحبهم لأرضهم. اليوم بدي أعرفكم على أهل قرية عين حوض. احنا موجودين في عين حوض على تلة من تلال جبل الكرمل، ترتفع حوالي 150 متر عن سطح البحر. القرية أسست بزمن صلاح الدين الأيوبي لما كان حرر بيت المقدس، فكان على يد حسام الدين أبو الهيجة، اللي كان لقبه أبو الهيجة، اللي كان ينتصر في كل معركة كان يوكله فيها صلاح الدين. وعندما افتتحوا قلعة الحجاج تبع الصليبيين في عتلية إسا منشوفها من فوق، فأعطاه مقاطعة على أحد أبنائه اللي هي موقع قرية عين حوض الموجودة. يسكن القرية يعني عائلة واحدة اللي هي عائلة الأم الكبيرة، عائلة أبو الهيجة، وكان يتفرع منها خمس عائلات اللي هن أربع أخوة وأخت. طبعاً العائلات كانت دار أحمد، دار إبراهيم، دار الحج سليمان، دار علي. قرية عين حوض اغتصبت أرضها وأقيم عليها ثلاث مستوطنات إسرائيلية محاطة بقرى فلسطينية مهجرة، منها دلة الكرمل، عسفية، إجزم والمزار. أما بالنسبة لتسميتها فخلينا نسمع السيد سمير شو بقول. يقال أنه أصل التسمية بما أنه هي زي تلة في نص هاي التلال، زي حبة العين في نص الحوض هذا، شايف؟ هاي يقال أنه أصل. وفي قول آخر أنه كان فيها ينابيع كثيرة، كانوا الناس يعملوا الحوض هذا، حوض النعنع أو حوض هيك بكثرة، ومن هون أجت التسمية. نحكي عن أكثر شيء بتشتهر فيه قرية عين حوض، من مزروعات، من مهن كانوا يمتهنوها سكانها الأصليين قبل ما يتهجروا في 48. البلد تشتهر في زراعة الزيتون، وطبعاً هي شجرة مقدسة كثير كانوا القرى الفلسطينية، وكانت تطلع مئات الجرار زي ما قالوا، كانت تسمى الخابي أو الجرة، وكمان الخروب. بدي أسألك عن الأشجار اللي مقابلنا، هاي كلها أشجار زيتون؟ كل هاي أشجار الزيتون اللي أنتم شايفينها كلياتها هاي إلنا، مع الناحية تحتها كمان، مع الناحية تحتها كثير، يعني قلت 14,000 درهم. ممنوع نحوشها، ممنوع نقطف الزيتون. سيد سمير، أول ما ندخل على القرية بنلاقي أرمى مكتوب عليها حديقة وطنية إسرائيلية. هذا المكان قبل شو كان؟ الموقع اللي احنا قاعدين واقفين فيه هنا وكان أصل في الأصل مقبرة في 48، لكن اندثرت المقبرة وعملوا على أنقاضها الحديقة اللي احنا شايفينها. منشوف أثار، منشوف ورد، ومنشوف هذاك، لكنه هذا الورد بغطي على قبور أجدادنا، هذا أحد السكان الأصليين اللي هو توفى رحمة الله عليه، اسمه علي، يرحمه، تعيش علي محمود أبو الهيجة. فكانت أمه مقبورة هم في المنطقة، ما استطاع يتعرف على القبر، ولذلك خرجنا بدون أي فائدة، ما عرف وين قبر أمه. في السنوات 55 أحد الفنانين مات الكلب تبعه
ودفنوا في المقبرة الإسلامية. مسمى الأعمال الفنية اللي ما بتندرج تحت أي شكل من أشكال الفنون، اتعمد الاحتلال الإسرائيلي إيذاء المشاعر الإنسانية والدينية، وبالمزروعات أخفوا المعالم الأثرية واعتدوا على المقابر الإسلامية وحاولوا يطمسوا تاريخ شعب ما زال بنبط باسم فلسطين. البناء اللي عجبنا هون على يمين من فوق هو هذا المسجد اللي حول لخمارة أو حول لمطعم، على أي تسمية بده الواحد يسمي بقدر حول. هم بيقولوا ما كانش يعني في إنكار إنه كان في جامع، لكن الجامع مسحت آثاره اللي والمحراب كان جوا، وكان في المنبر والمحراب مسحوهن، وطبعا بطل يبين إنه جامع. البناء اللي ورانا هو بناء العيلة، كان يسكن فيه إمام الجامع، وهو يتميز في طريقة البناء العربي الفلسطيني، فيش عمدان يتميز على بناء الأقواس وحجر الغلق اللي هو بيجي بنص القوس والركبة اللي بآخر القوس، وهي بتحمل أطنان. من وين أجا فكرك كل هذا الاهتمام بهاي القرية؟ ليش تم اختيارها لتحويلها لمساكن ومنازل لفنانين إسرائيليين؟ في فترة 48-49-50 بعثت الحكومة لجنة وزارية لتفحص موقع البلاد أو تفحص الأشياء اللي بتطابق إلها البلاد، فأجا واحد من خلال اللجنة الوزارية اسمه مارسيل يانكو، هو مصمم معماري وفنان، ولما شاف الجو هنا، جو البلد اللي هو مقابل البحر، اللي هو جو يعني منطقة بتجنن، منطقة شاعرية، فأوصل حكومي إنه هاي البلد مش لازم تنهد. مش لازم تنهد، ولكن لازم يسكنها ما يسمى بالفنانين الإسرائيليين لحتى هم يتمتعوا بجمال موقعها وسحر إطلالتها على حساب أهلها اللي تهجروا منها في عام 1948 عام النكبة. جزء منهم لجأ لمكان قريب، والجزء الثاني اضطر إنه يلجأ رغماً عنه لعدة دول. وين ما بدك في منظرة والهجة، حتى ولو عائلة واحدة في الداخل عندنا هنا، في الفرديس، في حيفا، في طمرة، في شعب، في إكسال، في كله ضرب الهجة. فيعني الوطن غالي، كثير منهم متشوقين يرجعوا. بطريقنا لعين حوض الجديدة التقينا بأم الكرم إم بلال، اللي حضرت لنا الخبز العربي بالطريقة الفلسطينية الشعبية، وعبرت لنا عن مدى فرحتها بتصويرنا للحلقة لحتى يقدروا أهل هاللاجئين في الأردن الإطمئنان على قريتهم الغالية. من بعد جولتنا في عين حوض العتيقة وعين حوض الأصلية اللي تهجر منها سكانها في عام 1948، وصلنا لعين حوض الجديدة، وهلأ بدي أحكي لكم عن هاي المغر والأحراش اللي خلفي اللي كانوا يتخبوا فيها أهلنا من عين حوض لما تهجروا في 48، ورح يحكي لنا تفاصيل أكثر السيد عاصم. أهلا وسهلا فيك. نشبت الحرب في 48، كانت الاستراتيجية تبع المدافعين عن البلد إنه يخرجوا النساء والأطفال والخطيرية اللي بيقدروش يدافعوا عن عين حوض، فأخرجوهم لمناطق قريبة من البلد، وهي المناطق اللي قبلنا حيث سكنوا في المغر، فكان فيها كل ما يتمنى الإنسان من أشجار فواكه، زيتون، أبار مي، فاء ذاتي إلناهم. نشبت الحرب في عين حوض بعد 3 معارك دارت، فالمرة الرابعة استطاعوا اليهود إنهم يخرجوها، طوقوا البلد، خلوا الجهة الشرقية مفتوحة فقط، ما قدروش يسكنوا، ما عادش في عندهم ذخائر اللي يقدروا يدافعوا عن البلد، فانكسرت البلد وهربت الناس من المنطقة المفتوحة، وتخبوا طبعا في هاي المغر والأحراش اللي احنا هون قعدوا أشهر
قليلة في المورة هاي. جيش الهجانة طبعا بعد ما احتل المناطق هاي كلها صاروا يحملوا في اللاجئين فرفضوا، صاروا يحملوا اليهود فيهم على الضفة الغربية يسافرون. فلم يتبقى من أهل عين حوض في البلاد غير عدد قليل جدا، يعني اليوم بيجوز يوصل عددهم تقريبا حوالي 1000 نسمة. تجولنا بعين حوض الجديدة، صحيح فيها منازل وبيوت حديثة، إلا إنه كان واضح بعيون أهلها مدى تعلقهم بقريتهم الأصلية. لهيك حبيت أسأل السيد عاصم عن طفولته وشو بتذكر منها تحديداً في عام النكبة. عندما هجرنا كان عمري 3 سنوات تقريباً، 3 سنوات ونيف. كل ما أذكره من حوادث 48 إنه أمي أخذتني في أحد حضنها وكنت أصرخ وأبكي وهي تحاول تهدئتي حتى وصلت إلى هذا الموقع، يعني خرجت من عين حوض لهذا الموقع. عشنا طفولة مريرة جدا، وكل ما تقدم فينا السن كان الحنين يقتلنا إنه نرجع على البلد. يعني اليوم لما بنمر من جنب البلد نقتل 1000 مرة مجرد مرورنا من جنب البلد. تمر من جنب البلد، يعني أنا شخصيا في عندي إنذارات ممنوع أفوت على عين حوض هذيك، بس رغم هذا أنا بأفوت، بأسمعش لأي بني آدم بأفوت، بديش واحد يعطيني رخصة. اللي جاي أبصر من مزابل أي دولة في أوروبا يقول لي مسموح لك تفوت أو تفوت، لا يمكن أقبلها يعني. وآمالنا ما زالت كبيرة جدا يعني إنه نرجع. مزبوط بنينا بلد جديد هون، بس بالنسبة لإلي أنا من هناك ومن هون بنفس الوقت، هناك إلي وهون إلي. فلذلك فيش إشي بيقدر يمسح هذا من ذاكرتي أو من رأسي. وما قدرنا ننهي مشوارنا بدون ما ناخذ السيد عاصم على قريته الحزينة المهمومة، فدلنا على بيته القديم اللي بعمره ما قدر ينساه رغم صغر سنه بوقتها، وحبينا ناخذ معه صورة لهذا المكان الغالي على قلبه على أمل الرجوع والعودة في يوم ما. وهي حكاية تانية من حكايات المعاناة والمآسي اللي بيعيشها المهجرين، ولكن مهما ابتعدوا عن أراضيهم وقراهم بتبقى فلسطين حبهم الخالد، فهي انتماء وذاكرة كل فلسطيني بعشق أرضه ووطنه. لحلوة يا دنيا يا رأبو هلال.